استاذ حسين، يعني المطالب والتحديات والحاجات اللي الفلاح المصري بيحتاجها اكيد بتتغير بتغير الزمن والاليات والادوات اللي بنستخدمها. النهارده كده في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، شويه بنسمع عن ازمه رز، شويه نسمع عن توريد القطن، شويه نسمع عن توريد الذره الصفراء، يعني بصفه عامه النهارده ايه ابرز المشاكل، خلينا نقول المتطلبات اللي الفلاح المصري محتاج يوجهها فورا الى مؤسسات الدولة والقيادة السياسية؟ بداية طبعا أنا طبعا ليا تعقيب صغير على كلمات أخويا الدكتور حامد، على أساس اللي هي 17% الناتج المحلي، يعني في حاجة اسمها القيمة المضافة بتزود كتير، يعني عدد الفلاحين في مصر 51 مليون، احنا بنتكلم على 17% ل 20% دي من الناتج المحلي المنتجات الزراعيه، لكن لو ضفنا القيمه المضافه الرقم هيبقى كبير عن كده. فلاحين بيدخلوا لمصر قيمه مضافه في انتاج المنسوجات مثلا من القطن، الصلصه، من الطماطم، الحاجات دي كلها المفروض تضاف للزراعه. عموما يعني دي كلها مساهمات غير مباشره. يعني عشان نقول مثلا الفلاحين 51 مليون يعني اللي بيضيفوه للدوله 17%، في ناس بتشوفها انها قليله شويه، فاحنا العدد كبير عن كده، نسبه كبيره عن كده، بس لو ضفنا لها القيمه المضافه الثانيه. طب سؤال معلش الاول، هو ال 51 مليون فلاح بيزرع؟ فلاح واللي بيعمله بزراعه، ما في واحد اجري وفي واحد بيشتغل بالحاجات للزراعه. احنا لما نتكلم على الزراعه هنتكلم على الثروه السمكيه والحيوانيه والدجينه والاعلاف بكل ما فيها بقى المباشر والغير مباشر. لكن احنا بنتكلم على الازمات اللي قلت حضرتك، ابرز ثلاث مشاكل دلوقتي موجودين ونفسي يتحلوا، وانا في شايف في بوادر وبدايه الازمه، ان احنا عندنا وزير فعلا بيعترف بكل حاجه في وقتها. انا اول وزير زراعه اشوفه يقول احنا طرف في مشكلة الطماطم. الوزير أبو ستيت يا دكتور حامد. دكتور عز الدين أبو ستيت. لما جاء امبارح قال احنا فعلا اتأخرنا في تسويق القطن. يعني الاعتراف بالخطأ بداية تصليحه. فأنا دلوقتي يعتبر موضوع تسويق القطن ده، موضوع تسويق القطن الوزير وعد مع لجنة الزراعة امبارح في مجلس النواب ان هو هياخدوا القطن كله زي ما اتفقوا على 2700 كسعر الضمان. فدي بشرة للفلاحين كلهم، لاقطان الوجه البحري. لاقطان الوجه البحري، اقطان الوجه البحري 2700 جنيه، و2500 لاقطان. وقال كمان ان و2500 لاقطان الوجه الابلي. احنا الوجه الابلي دلوقتي يعتبر ما فيش مشكله بالنسبه له، لانه يعني كانوا 33000 فدان، وكان في زراعه تعاقديه، يعني كانوا متعاقدين واتاخدوا القطن بتاعهم. امال البحري في مشكله ليه؟ ليه بقى احنا البحري ما كانش فيه زراعات تعاقديه مع، يعني هو كان فيه مشكلة ان هو البنك الزراعي المصري ما بقاش يمول دلوقتي، فالشركات اللي بتمول، فالمشكلة دي خلت وزارة الزراعة دلوقتي بتتعامل مع الشركات، وشركات ساعات بتخلف بعودها. فهو طبعا الوزير، طب ما تاخد كل الضمانات من الشركات دي يا فندم. ما هي كانت عايزة بقى يعني الزراعات التعاقدية اللي بنتكلم عليها دي، الضمانات اللي هي عايزاها قبل الزراعة، انها كانت تتعاقد مع الشركات دي بعقود رسمية ويبقى فيه شروط جزائية على اساس ان هو ما يعرفش يرجع لورا تاني اللي هو يتعاقد معاه. لكن هو بعد ما الفلاح بيزرع والمنتج بيجي، التاجر دايما بيحتكر الفلاح ويقول له خلاص الحكومه مش هتاخد. لكن هي الوزير، دور الجمعيه هنا ايه؟ ان هي تاخد من الفلاح القط ده وتسوقه. طب معلش السؤال هنا بس للدكتور حامد، البنك الزراعي مين المسؤول عنه؟ يعني مين اللي يقدر يقول له لا ارجع تاني لطبيعه عملك، ارجع تاني دعم الفلاح، لازم الشغل يبقى عن طريقك انت مش عن طريق الشركات الخاصه، او حتى نقسم الشغل ما يبقاش كله عن طريق الشركات الخاصه؟ لا، ما هو البنك الزراعي دوره طبعا دوره اصيل في كل العمليات. واضح انه متراجع من كلامك. لا بس ما هو محتاج يا فندم برضه تمويل من وزاره الماليه. ما هو البنك الزراعي، ما هو حتى لو يعني بيدي الفلاح اي قرض اي كذا لازم بيحتاج ضمانات، فهو محتاج تمويل من وزاره الماليه. طب سؤال، لكن هو في شركات، الشركات الخاصه بتدي، ما هو زي ما قال الحاج حسين ان في شركات معروف ان هي شركات تسويق الاقطان، هي اللي بتاخد القطن من الفلاح. بس احنا يهمنا في وزاره الزراعه بصفه اساسيه اقطان الاقصار. اقطان الاقصار ديت هي اللي انا باخد منها البذره علشان ازرعها في الموسم القادم. طيب. فديت، وانا اعتقد معالي الوزير اعلن ان الموضوع اتحل بالنسبه لاقطان الاقصار، والتجار ايضا اتحل ان شاء الله، ما فيش اي مشكله يعني. طيب. بالاسعار اللي اعلنت اللي اعلنتها 2700 لاقطان البحري و2500 للابل. الوجه الابل. اتفضل يا فندم. الاضافه للحته دي بس، البنك الزراعي المصري دلوقتي كان باسمه بنك التنميه والائتمان الزراعي.
لما تحول خسر تحول بنك الزراعة المصري، فبقى دوره دلوقتي يعني بقى تابع البنك المركزي دلوقتي، فما بقاش يعني وزارة الزراعة مش متحكمة فيه زي الأول والفلوس وكده. فهي دي المفروض أنا آسف يا أستاذ حسين، حتى هو أعتقد بيستقبل العملاء العاديين مش بس اللي ليهم علاقة بالزراعة. فندم هو بنك عادي وبيعمل عمليات مصرفية خالص وحضرتك تفتحي فيه رصيد وكل حاجة عادي. احنا بنتكلم بقى لو اتكلمنا على مشكلة التسويق بتاع القطن، القطن دلوقتي بقت شجرة مهمة جدا في مصر خاصة في الأيام دي لأنها بترشد مية، واحنا بنحاول دلوقتي نقلل نوفر ميه نوفر ميه ونقلل زراعات اللي هي بتشرب ميه كتير. يعني لما احنا كنا بنتكلم مع الدكتور حامد في اول السنه كنا بنقول له مش هنزرع رز ليه؟ قال لك عشان الميه. صحيح. طب هنزرع ايه يا دكتور حامد؟ قال نزرع قطن او ذره. طب انا لما ايه تاني حضراتكم في الزراعه قلتوا على سلعه او اتنين تانيين قلتوا بلاش ناجل زراعتهم لانها بتستهلك ميه كتير قوي؟ في البرسيم وفي الموز والحاجات دي في بعض يعني حاصيل شرقي. احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ وجاي الدور عليها بس يعني المحاصيل الصيفيه عموما دلوقتي يعتبر القطن احنا عايزينه يرجع يتربع على عرش المحاصيل الصيفيه. احنا كنا فرحانين جدا وحصل انتعاشه فعلا كبيره جدا. احنا كنا بنزرع السنه اللي فاتت 220 الف فدان، السنه دي زرعنا 336 الف فدان، في زياده 120 الف فدان عن العام الماضي. وكان فخامه الرئيس السيسي بنفسه اتكلم عن القطن وقال ان لازم القطن يرجع. موضوع التسويق ده احنا كنا متخوفين من حاجه ان الفلاحين السنه الجايه يعزفوا عن زراعه القطن عشان بيتعبوا في التسويق. ان شاء الله مش هيحصل، لانه دلوقتي لو سوى القطن زي ما وعدنا الدكتور عز الدين ابو ستيت امبارح مش هيبقى فيه مشكله. هو التجربه دي لو نجحت السنه دي ان شاء الله يا استاذ حسين باذن الله السنه الجايه تتكرر السنه الجايه نبقى عرفنا الخطوات ايه. بالظبط. احنا لو نجحت تجربه تسويق القطن تمام السنه دي، السنه الجايه هنزرع 500 الف فدان. دكتور حامد لسه بيتكلم عن القطن الاكسار، زرعين السنه دي 120 الف فدان اكسار، هيبقى عندنا تاو تكفل 600 الف فدان. الاكسار زي ما دكتور حامد اشار يعني ناخد البذور بتاعتها نزرعها للموسم الجاي. تمام. طب سؤال بقى معلش، شركات التسويق دي عشان نفهم برضو اليه التعامل ايه؟ يعني اتفقتوا على ايه؟ تشتغل ازاي يعني؟ هو دلوقتي طبعا ديت مع وزاره الزراعه مش عارفين هم دلوقتي. هي بتبقى تابعه لقطاع الاعمال، وزاره قطاع الاعمال هي المشكله.